اعزائي طبعا بقى كده قبل اي حاجه حابب اقول الف الف مبروك لكل جمهور الهلال. التتويج خلاص كده رسميا بدوري روشن بعد الفوز كده النهارده على نادي الحزم. يعني مبروك لكل هلالي التتويج باصعب نسخه الدوري تقريبا كده من ساعه ما ابتدى، وده يعني عشان خاطر النجوم اللي وصلت الدوري كلها. يعني بقى بيني وبينكم كده انا اصلا ما اتفرجتش على الماتش، فقلت بقى كده اجيب ملخص واشوف تتويج الهلال. يعني بقى قبل ما ابتدي مش هتعمل لايك، يعني عايزك دلوقتي حالا تكسر لي زر لايك في السريع. لو مش عامل اشتراك تعمل اشتراك حالا، شكل بقى لك تفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك اي فيديو جديد. ويلا تعال نشوف الهلال والحزم 4-1. هنشوف الرباعيه بتاعت الهلال كانت عامله ازاي. بيقولوا الرباعيه جت في الشوط اول، هنشوف. اوعى يا ساتر يا عيد يا كلوبالي. مين سافيتش يا عائل؟ يا سافيتش مين؟ طبعا ما دخلت على الفيديو لايك سبسكرايب شير الثلاث حاجات يا جماعه، عايزين نوصل الفيديو ده لحد 1000 لايك. هنشوف بقى الامه الهلاليه فين. مين؟ اوعى يا شهراني، اوعى يا شهراني، يا ساتر اطلع يا كنو. بصراحه موسم طويل طويل جدا. حتى الان الهلال الفريق الوحيد اللي ما خسرش ولا ماتش في الدوري، فرقم كبير. مين؟ مترو. مترو الحق، بقول لك خدها بايديه. الحق بقول لك خدها بايديه. حسبها ايه، ضربه جزاء ولا ايه؟ هو تصدق حسبها ضربه جزاء؟ بس يعني الملخصات مكسحه كالعاده، فمش محتاجين نتكلم كتير. متروفيتش للاسف رونالدو خلاص يعني حسم فكره هداف الدوري السعودي وهو بعمر 39 سنه، فيعني رونالدو اسطوره. مترو يا عاقل يا مترو، حطها حلو قوي بصراحه، بصراحه حطها حلو. تخيل متروفيتش 23 جون ولا 24 جون مع الهلال في اول موسم ليه في الدوري، فانت متخيل الرقم؟ تخيل الهلال جايب مهاجم عامل ازاي؟ تقريبا الحزم جاب جون اوف سايد تقريبا. اه لا في اوف سايد، كرة اوف سايد يعني. يا عاقل يا عاقل يا عاقل، بس صدق في اوف سايد رغم ان الفيتش حلو قوي يعني. روبن نيفيز وسافيتش ثنائيه اسطوريه بجد في تاريخ دوري روشن، تقريبا اعظم اثنين نص ملعب جم في تاريخ الدوري. اوه ياسر، روبن نيفيز يا عيني، روبن نيفيز بالمسطره على رجليه بالظبط. ميشا 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 ايه؟ اوي 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 اوي. ماشي روبن فيز. سعود يا عائل يا سعود، يا عائل يا سعود، لعيب سعود بسم الله ما شاء الله بجد، لعيب حريف كوره قوي الله اكبر عليه يعني. اوه يا بليهي يا بليهي، الله ينور يا بليهي يا بليهي، الله ينور يا بليهي. الكوره ملقوها من ناحيتك يا بليهي، الله يصلح حالك يا بليهي، الله يصلح حالك يا بليهي. لا لا غريبه غريبه بليهي، باينه قوي باينه قوي بجد. ياسر الشهراني وبليهي الكوره ان هي بتلعب كده يعني، مش عارف تقريبا الاثنين وقفوا يتفرجوا على لعبه وبيلعبها او اللاعب الثاني وبيتحرك يعني. يا لعيب يا سافيتش يا لعيب. ميشا 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 ميشا، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ماشي يا ميشا، اعتقد خلاص اخر الموسم ليه مع الهلال. روبن نيفيز فيها كارت اصفر دي، ايوه فيها كارت ما فيهاش نقاش يعني. يا ترى مين العناصر اللي هتيجي جايه يعني في خلال الموسم
الجديد ان شاء الله الهلال. تخيل الهلال يعتبر لاعب الموسم كله ونيمار لعيب كلاس ايه مش موجود معاه في الفريق. ما بالك نيمار لو كان موجود. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. او الغدار الغدار مع الاطفال. لا 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 انا اتفاجئت بالجون ده اتفاجئت بالجون ده. تصدق كانه عاقل يا كانه عاقل يا كانه. بصراحه جون غريب قوي قوي بجد. جون غريب جون غريب. يا ساتر يا سعود يا ساتر يا سعود. سكولو بالي يا جدعان وحش اقسم بالله وحش. سعود سافيتش سيرجي يا عاقل يا جماعه. سافيتش بيتحرك ما بين الخطوط بطريقه مرعبه اقسم بالله بطريقه مرعبه. مترو خطفها خطفها الفيتش خطفها المتروفيتش. سافيتش متروفيتش عيله اتش وصربيا كلها بتلعب في الهلال. فيعني مكسرين الدنيا في الدوري السعودي اقسم بالله الاثنين مكسرين الدنيا. لا لا جميل بصراحه جمله جميله. سيرجي سافيتش يا عاقل. لا 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 سافيتش سافيتش يا جدعان. وبعدين في سافيتش بجد بجد والله يعني بعدين في سافيتش يا جماعه يعني قولوا لنا بجد. وبعدين معاه وبعدين في سافيتش. انا بقول لك هو روبن فيس بامانه تقريبا افضل اثنين مروا في نص الملعب في تاريخ دوري روشن بشكل عام. هما الاثنين مع بعض الثنائيه بالذات مع بعض. روبن فيز اوه يا بليه الله ينور يا بليه. نشلت يا بليه انت في الستة ياردة يا بليه بتطلعها. الله يصلح حالك يا كولوبالي. اوه يا كولوبالي فيها كارت يا كولوبالي. كارت 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 اصفر. صراحة المهاجم بتاع الحزم حلو قوي يعني قوي سريع. تخيل الماتش الجاي ديربي الهلال والنصر مش عارف هيبقى امتى تقريبا. يا رب بس ما يكونش في الشغل. اوعى عيني مين ده 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 سعود اللي اتضرب. سعود اه تقريبا الخمس تجوان جم في شوط اول يعني متخيل. هنقدم بقى كده اللقطات اللي يعتبر ملهاش لازمة. معانا مين؟ مين جن ولا؟ اوعى يا سعود، اوعى يا بليه، اوعى يا بليه، الواد الباك الشمال ده لعيب بصراحة. لعيب لا لا لعيب 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 لعيب. لعيب بصراحة الظهير الأيسر بتاع الحزم. بصراحة لعيب حريف. ومجتهد وجريء على اللعب في لعب ضد لاعب. فدي ميزه فيه حلوه. لودي وناصر نقدم ده كله عشان خاطر الفيديو ما يكونش طول على الناس يا جماعه. اطلع يا جنو اطلع اطلع اطلع. الله ينور يا سافيتش يخرب بيتك. ياسين اه ياسين حاضر انت ياسين انا عارف. لودي يا ولد يا ولد يا ناصر يا عاقل يا ناصر يا عاقل يا ناصر. حطها حلو قوي بصراحه ناصر الدوسري. تصدق اوه يا ساتر على العرضة تاني عرضة دي تاني عرضة. سافيتش اه اه يا سافيتش
تاني عرضه للحزم في الشوط الثاني. صعن فريق محترم بصراحه، عنده كوره بس انت برضه بتلعب الهلال، يعني يعتبر دي تقريبا اقوى نسخه في تاريخ الهلال، اقوى نسخه بجد في تاريخ الهلال حرفيا. يعني حلو يا مالكم منك، بس تحت سيك يا مالكم. يا جماعه الواد ده خطير يا جدعان، المهاجم ده، المهاجم ده خطير اقسم بالله. زعيم جمهور الزعيم لولي اتصاب تقريبا، خلاص هنقدم الحاجات ديت. هتاخد فيها كارت مالكم، العبها بقى، العبها بقى، طولت 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 بيها اصلا، هو طول بيها قوي، طول بيها قوي 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 بجد. في سيكا كده مشيها بيها زياده فعمل كده مع متروفيتش. محمد يا عائل، بص 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 ده انا بكلمك فيه، سافيتش فين يا جدعان؟ بص سافيتش فين يا جدعان؟ يا جدعان سافيتش، محمد يا جحطان ايه يا محمد؟ لا يا حسان وحشة منك يا حسان، مش مستاهلة يعني. اوه 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 الكرة جت فين؟ الكرة جت في ايديه تصدق؟ تقريبا جت في ايديه. اوفسايد صح؟ اتحسب؟ لا اعتقد اوفسايد يعني، او في حد ضرب، متروفيتش ضرب. خلص الفيديو، بس بقى حاجه خلصت، خسرت اشتراك فيديو جديد، بس بقى حاجه خلصت، لو فيديو عجبك اشتراك فيديو جديد، اشوفك الحلقه الجايه، السلام عليكم.